زيلة قادرة إنما الناس بمعتاج هلا أعدى لم يرى أنبيائي إن أبى في وصفكم بالحق أمشى قد ورثت العلم من رب السماء بما جاء غير أن حقد قد عاش عاش فيه يحسبون الدين يا ما لا يهوى يحسبون قد خاب الذي في الامتحان قد رام إلى نيل الأمان يحيى جاءكم العلم يسعى حتى فاضه حتى هاله فيض البيان فسئ الحاقد أن ينزل قدرا إنما الناس بما تهلا أعدى لم يروا أنك نسل أنبياء إن أضعوا في وصفكم بالحق أمشى قد ورثت العلم من رب السماء وصبيا تفقه الشرع بما جرى غير أن الحقد قد عاش فيه يحسبون الدين يا ما لا يا أهوى قد خاب الذي في الامتحان قد رام إلى عين الأمان يحيى جاكم بالعلم يسعى حتى هاله فيض البيان قد خاب الذي في الامتحان قد رام إلى عين الأمان يحيى جاكم بالعلم يسعى فليقولوا فهم منذ قديم الدهر قالوا وصبيا ليس يقوى والمهمات ثقال ليس يدرو هو علم لدني لا يزال ولسانا عجزت
خجلت من أن تجاريه رجاله. هموني مصطفى وصايا لهم في والقضايا بحور غورها عليق فكانوا حجج البرايا وكانوا حجج البرايا ورثوها من رسول الله يعث الرئيس وسقوها من علي ومن الزهراء حكمة. آه فأقرأ لي كتاب الله إن العقل نعمة وحديثة جاء فيما بني ذكر الأئمة وعاقت ورثة سليما وصاره ويعقوب ومن يليه وكل جريره وهاقت ورث النبوة سليما بحور غورها عميق فكانوا حجج البرايا ورثوها من رسول الله ميراث وعصمة وسقوها من علي ومن زهراء فآه فأقرأ لكتاب الله العقل نعمة وحديثا جاء فيما بني ذكر الأئمة وعاقل ورث النبوة سليمان وصار قوة ويعقوب ومن يليه وكل صار خير قوة.